ياتي الحبيبة تشوفوا احمد ذمهات هو محمد بن بن انسان بسيط فات في الكشافه يلا المدرسه الاولى تاعنا وكنت في المسرح كشفي ودرت مسرح لوات بالبزاف شكون عمر بحث الخضراء هذه مع حي موسى حقاري الفن حنايا هنا في الجزائر ما تجيبش تاكل منه الخبز لازم تبيع الخبز باش تاكل الخبز الفن باش يعرفوك فقط هذا مكان ولا غير جاب لي قبل شو ولا غير جاب لي يا عز دينا شي اليوم ولا البارح ولا عندي مده تقريبا 20 سنه وانا في المكان هذا هو المكان اللي وكل لي ولادي هذا هو المكان اللي زوجني هذا هو المكان اللي خلاني نعيش في وسط المجتمع تاع نسخ مسكشنا هنايا الساعة هذه يعني جريت البلدية هضرت معاهم انا كلش هضرت مع مسؤولين كلش يوعدوك يقولوا لك اصبر ان شاء الله اصبر ان شاء الله حنا انا نصبروا غير القبر والوقت اللي باش نروح كش من يعني نعرف مخرجي نعرف حاجة ما عنديش الوقت لازم نقوت لولادي لازم نبيع الخبز باش ندي القوت لولادي صحيت خويا المسوس يقولوا الحشية ان شاء الله ان شاء الله هيا صحيت خويا من زوجت درتي والدراري ومنا كلش كثر عليا الهم والغم انا بكري كانت بلاصه تكفيني دوك مع ولادي عندي شمره واحده انا ولادي عندي شمره واحده نقول لك ما تكفينيش تكفيني بس ما نرقد بصح ما نجمش نبدل حوايجي ولا لازم ولادي يخرجوا نبدل حوايجي ولا انا نخرجوا بنتي تبدل حوايجها المهم كاين مش نقول لكم حكمتني لاطونسيون حكمني مرض السكر حكمني مرض القلب من الصوالح هذو شحال خمسة عليك حمود عمر خمسة قدامك اخويا انا لي حاجه اللي حبيت نتحقق لي تاع صح يشوفوا لي حاجه حاجه اللي ناكل منها الخبز باش ما نبقاش هكذا برا الشمس فوقي الشتاء فوقي كلش فوقي حاجه ناكل منها خبز ما طلبتش انا عطيني 100 مليار ولا عطيني 200 مليار ولا عطيني حاجه اللي ناكل منها الخبز انا ولادي فقط هذا مكان ماشي الخبز وحده شويه جوات تكون شويه على كل حال قش ما نشري البطاطا واللحم نقول بالغا خطره في 6 شهور معليش وراني طالب بيت بانست روحي راني متمني حاجه واحده يا اخي برك مني انا غدوه من غدوه ما نخليش دراري ذوك برا بس ما راح نفطر بارك الله فيك